يا معلم، كم سنة له البنيان؟ ما شاء الله تبارك الله. ها ولا ما تدري؟ لا ما أدري، زينة غريب من هو من الديرة. السلام عليكم. هاي الله الشباب، شلونكم؟ تعدينا الحدود ترى، مرينا منه. حياكم الله. شلونك؟ وليك حياك الله. الله يبقي لك. الله يحييك. شرفتونا. عندك سنابي ولا عندك؟ نبيك. عندك سنابي؟ بعطيك سنابي والله يطول بالعمر. يا والدي حياكم الله، زارت البركة. والله شفناكم. دشينا متحف ما شاء الله تبارك. يا هلا اخوي تاج راسي، اخوي الكبير حبيب قلبي حماده، لك الاحترام والتقدير والمعزه. حبيب حبيبي والله حماده، ولبس لك للناس كلها. حبيبي يا حماده، شوف روح على احد. اي والله انسان تواضع. شلونك؟ شعلومك طيب؟ زين اكيد. نحمد الله. كيف شفت ابها يا حماده؟ والله بناس الطيبين، اهلها ذهب قسم بالله. شفت كأنك انت مو بيانك ام شيء اندمج. اوكي يلا. ايوه جهنا ناس ذهب. اي والله والله لو تزنهم انهم اغلى من الذهب. اي والله ونعم قسم بالله، اهل الجنوب اغلى من الذهب. اي والله ونعم تحط الذهب تحط. لا والله انهم اغلى من الذهب. اي والله ونعم فيهم، ونعم فيهم طيب وفيهم كرم. أي وفيهم مراجل. ونعم والله راجع. نعم ربي يطول اعمار الجميع ويحفظكم ويرزقنا ويرزقكم كل خير. امين يا ربي. ربي يحمينا ويحميكم. امين يا رب اجمعين. كل من يسمع ويشوف جميع المرضى قولوا امين. حماده حماده دبي، ابيك ابيك تولعها في الاستراحه الليلة. سام ابيك تولع اكلها كلها، نفك فيك ضروس تاكل، فيك ضروس تاكلها. تعال سامي، تعال سامي، تعال 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 تعال. راح اغسلها بماء لا يجيك. طب غسلها بعد. لا هذا ابو علي شوف اعطاني واحد ما بعد اغسلها. لا راح اغسلها. راح قدرت الخاتم ساعات ما قاعد يبص فيه وقال له الزدران ب1500. وبعدين رد عليه هو قال له ب500 ريال. تتابع سناباتنا على طول باستمرار؟ طوالي ما شاء الله تبارك الله. اخونا من اهل مصر، ان شاء الله انك تكون مبسوط بالسنابات. انتوا شرفتونا، احنا لو حساب انتوا دايين كنا عملنا اكثر. حبيب قلبي والله الشرف لنا. حبيبي يا حبيبي، اهم شيء انك تكون مبسوط بالسنابات بالمقالب. تبيني اعطني اعطني واحد تبيني اسوي فيه مقلب قوي؟ تبيني اسوي مقلب في واحد من الجروب قوي؟ انت اختار اي واحد تبيني امقلبه. انا امقلبه اكثر شيء انتوا عاد تسووا في بدويش. تبيني اسوي في بدويش ولا زجران؟ لا زجران ان شاء الله. ابشر شرفنا فيك اخوي. الله يحفظك ويعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. مساك الله بالخير. يا اهلا ومرحبا. الله يحييك. اهلا فيك والله وسهلا. سعدتونا بيكم. الله يسعدك ان شاء الله. يا هلا اللي ما سلمنا عليه منها. هلا والله مرحبا. حياك. يا هلا والله وسهلا. يا هلا والله مرحبا. يا هلا والله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا؟ ها تدفع فوق ترى ما اذكرك بارد مثل حسين. شلون؟ السلام عليكم. هلا ابو عسيري. ايوه جماعه اول يعني هذا المليون حق المدارس. هذا المليون هذا اللي يلبسونه اول هذا يوم قبل. يا الله يا البراعي، وانا ما صرت طالب الدراسه الا هالبرايه هذه اللي رسبت. هذا اللي دورتني انا هالبرايه، تضيع مني لا رحت المدرسه و... هذا المريول اذكر هذا كنا معلقينها عندنا بالبيت اول. الله يجي هنا ما شاء الله. هذه غرفة ثانية هنا. تعال يا ابو دويد. شداد مشدود. تعال يا اخوي. شوف الملكات زمان. هذا حجية عندها. اللي تزين بتاخذ. يا الله يا الدنيا. هذا ده المرسيدس القديم الاول. البوز تمام. البوز ده اول يركبون فيه يشيلون فيه سوا.
الامانات ويجيبونهم في الديار. وهذه العملة القديمة ايام ملوكنا الله يرحمهم. وهنا الساعة دي عندي انا احسبك من التراث سامي لسه. وهذا الشرطة هنا حقت عيسى طاهر الشرطة فرحان والله جلسة تابع اي والله. وهذا شرطة عيسى وش اسمه وبشير. هذا عيسى وبشير وهذا العام ويانا بيض الله وجهك ارضي. وهذا المطبخ شايفين المطبخ هذه الاغراض هنا كون نطلع فوق. هذا الدرج من هنا بس صراحة الألوان صراحة حلوة يا أخي. الألوان عندهم هنا تفتح النفس. هذه الزينة حقت الحريم أول. يا الله يوه العطر هذا ذكريات. والله مجلس تلفزيون عزاء. طبعا طلعنا الدور الثاني هنا. ليش؟ والله شرح ابو دويش. وهنا البلكونه على يوم اول الله يحييك ابو دويش. الله يبيض وجهكم والله. سلطان رهيب جميل. اوه هذه يا الله. هذا ثوب العروس ما شاء الله. يا الله طبعا المنديل الاصفر يعني لهم شيء. إذا ربطت الحرمة على رأسه أنا ما لي علاقة بالموضوع بس أتوقع يقولون اللي ما تزوجت تربط الربطة الصفرة ذي. صراحة زجران دوروه من عند القدور. هذا زجران هناك. زجران دوروه حول القدور. هلا ومرحبا يا هلا. السلام عليكم يا هلا والله. ترى نحن ضايعين بالطاسه ما ندري من اللي كان معنا هناك وما ندري من اللي هنا. الله يحييكم والله. اعذرونا. ابو علي زايد. الله شريف. ابو علي زايد. عند هذا الخنجر وهذا الساعات كلهم وهذا البيت كبير يجيبون. طبعا يا اخواني اللي دخلنا هذا بيت. هذا مدخل البيت. في مجلس من هنا. غرفة من هنا. غرفة هنا. غرفة هنا. غرفة هنا. البيت الدور. غوري هنا. نرجع هنا. وذا من هذا. هي هذا. وماي. هي بنروح نشوف الغوري. شوف هذا. هلا ابو دنيال. اقول سكنت. اقول. مبروك مبروك. والله مكان انت المجمل مكان يا ابو دنيال. ان شاء الله في الجنة. ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله ويطول عمرك يا رزقي ان شاء الله. ابو علي حول القدور. حول القدور ما طلع البيت. حول هالقدور زدر يفتحه وزدر يغطيه ما شاء الله. وهنا في مجلس. ها ما شاء الله. وهذا يقول لك المقلط ما شاء الله عليهم. ما شاء الله شغلهم ما شاء الله. شيء بيض الوجه ويرفع الراس. كمل كلمتك.
طبعا هذا المكان قصر مبارك التراثي صراحة يا الله يدل ذي ومن بيصب هذي طول يدل ذي ما شاء الله عليهم ما شاء الله علامة الكرم والجود الله يغنيهم ويكثر خيرهم حياكم يا بدران ومن هنا دخلنا على المجلس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله